خلال مرحلة الخمير الحمر عانى الناس كثيرا في ظروفهم المعيشية، وفي تلك المرحلة بدأ كثير من الناس الاتجاه من أجل طبخ الحشرات وأكلها، لكن الآن أصبح أكل الحشرات من الوجبات الشعبية، وقد ظهرت في المدن كثير من المطاعم التي تقدم هذه الوجبة. الكمبوديون يقولون إنهم يأكلون الحشرات لأنها رخيصة الثمن ومغذية ولذيذة الطعم، وهي تقدم في العادة في أطباق بعد قليها في الزيت وخلطها بالثوم والسكر والملح والفلفل. الرفوف في المحلات ملأى بالمنظفات والمطهرات من جميع الأشكال والألوان. الكثيرون يعتقدون أن عمليات التنظيف بهذه المواد والمطهرات هي المسؤولة عن التزايد في أمراض الحساسية والالتهابات، رأي لا يتفق معه العلماء في كلية لندن لعلوم الصحة والطب الاستوائي. العلماء في ضوء هذا الواقع بدأوا يستعيدون نظرية قديمة، وهي اختفاء نمط من الميكروبات من الحياة الحديثة بعد أن ترك الناس حياة الريف. غياب هذه الميكروبات هو المتسبب في انتشار مرض حمى القش وغيرها من الأمراض مثل السكر وأمراض التصلب التي تتأثر بحالات ضعف المناعة. الأطباء من جانبهم يؤكدون أن عيش الإنسان في بيئات نظيفة هو المسؤول عن عدم اكتسابه للمناعة. في أوكرانيا أصدر القاضي الذي حكم على يوليا تيموشينكو بسبع سنوات سجنا حكما بالسجن مع وقف التنفيذ على ناشطة قامت بقلي البيض والنقانق فوق الشعلة الأبدية على نصب ويوي في كييف. الناشطة قالت إن العمل الذي قامت به هو ضرب من الاحتجاج السياسي، لكن القاضي قال إن هذه الطالبة أساءت إلى النصب التذكاري للجندي المجهول. الحكم لقي مواقف مختلفة من بعض أفراد الجمهور، فبينما رآه البعض حكما مستحقا، قال البعض إن الحكم حركته دوافع سياسية.